أنت منا فلن يغيب سناك، ما نسينا تاريخنا في هواك. أنت أحوازنا وتلك نجوم قد أضاءت بها حدود سماك، قد أضاءت بها حدود سماك. كما ننوه دائما فإن هدف الاحتلال هو قتل المستقبل الأحوازي، والمستقبل هو ذلك الطفل الذي سيقارع الاحتلال ويقاومه. سياسة الاحتلال تجاه الطفل الأحوازي سياسة مجرمة بكل المقاييس. الطفل الأحوازي محروم في ظل هذا الاحتلال حتى من أبسط حقوقه، من التسمية إلى التعليم، أشياء كثيرة. وضع الطفل الأحوازي نناقشه في برنامج من أجل الأحواز في هذه الأمسية الرمضانية المباركة، فحياكم الله. الطفولة في الأحواز هي صراحة نستطيع أن نقول هي طفولة مأساة، لأن الطفل الأحوازي ينشأ ويتربى في الأسرة ويتعلم لغة الأم، وعندما يذهب للمدرسة يضطر أن يواجه ويتعلم لغة أخرى، ولغة هي بعيدة كل البعد عن ثقافته وعن منهجه الأسري. منذ الولادة يحرم من التسمية الجميلة العربية التي يختاره الآباء بالنسبة لأبنائهم، فتفرض عليه التسميات الفارسية. وأعتقد بأن الشعب العربي الأحوازي هو الشعب الوحيد في العالم الذي يحرم على أطفاله التسميات التي يختارها الآباء والأسر. فالطفل منذ الولادة مضطهد، يلد مضطهد الطفل الأحوازي، وينشأ في ظل الاضطهاد أيضا للأسف الشديد. ونجد مثلا أسماء كثيرة عربية يتم حرمانها من المواليد الأحوازيين، مثلا ليس فقط أسماء الصحابة، لا، بل أسماء مثلا كاسم أسماء أو شيماء. مثلا يحق لك تسمي الشيماء لكن ليس بالكتابة العربية، تسميها شيماء باللغة الفارسية، وتفقد تفقد معناها العربي. الطفل الجائع، الطفل الفقير، الطفل المحروم، الطفل الذي يواجه فزع الدخول في مدرسة لتعلم لغة لم يسمع بها ما قبل دخوله إلى المدرسة، وهو يتعرض إلى هزة نفسية قوية جدا. أكيد لا أخذ طفولته ولا حلم الطفولة ولا اسم اللي يحب أهله إليه، أكيد مظلوم الطفل. فإحنا كنا أطفال يعني، وتنفرض علينا لغة غير لغتنا، وهذا هو ظلم من علينا. ما يتمتع بأي شيء، يتمتع به الطفل بعالم آخر. أي نعم، لا توجد حدائق، لا توجد روضات، لا توجد أي شيء ممكن الطفل يستمتع به ويتربى تربية علمية معاصرة طفل الأحوازي ما شافه، كما أنه بطفولتنا ما شفناها. لكن يتربون تربية عربية إسلامية صحيحة، لأنه التربية الأساس أنا أعتقد في البيت. أيضا من ناحية التلفاز والقنوات الفارسية التي تضخ بشكل يعني متواصل ثقافة فارسية على يعني عقلية هذا الطفل. المدارس لا توجد مدرسة عربية واحدة على الأطلاق باللغة العربية، فالطفل الأحوازي واجه يعني حقيقة عندما يدخل المدرسة نرى أطفال العالم يبتهجون في اليوم الأول من المدرسة، بين الطفل الأحوازي يعود حزينا إلى أمه بعد العودة من اليوم الأول المدرسة، لأنه يدخل في عالم غريب تماما، ويحدثه المدرس بلغة لا يفهمها وبعادات مختلفة عن عاداته، ووجوهه ملامح غريبة حتى عنه، فيعود حزينا إلى بيته. محرومين من أبسط شيء وهو التكلم باللغة العربية. أنا أمي علمتني، أنا تعلمت بالبيت عمري 7 سنوات أتكلم اللغة العربية. دخلوني المدرسة ما أعرف شيء، سنة زمان أنا أبكي ما أعرف هاي اللغة منين إجتني، اللغة الفارسية ما متكلمها، ما أعرف البابا أو الدادة شنو معناها. يضربني المدرس، يعني ماكو أبسط حق للطفل الأحوازي ما موجود على الخارطة الأحوازية نهائيا، لا في زمن ذاك الطاغوت المقبول ولا في زمن
ذول الحكام الملالي المشعوذين. يخالف نعم قوانين حقوق الطفل العالمية، ويخالف يعني التعاليم الإسلامية، ويخالف كل التعاليم الإنسانية وحتى يعني الأخلاقية، لا يخالفها النظام الإيراني والاحتلال، لأنه الاحتلال هي جريمة كبرى. ولكن ماذا نتوقع من الاحتلال؟ فهو يخرق كل القوانين، فما بالك بالطفل الذي لا يقوى على الدفاع عن نفسه. هذه جريمة، جريمة تعتبر جريمة في القانون الدولي، جريمة ترتكبها الدولة الفارسية، ولكن هل يا ترى جرائم الدولة الفارسية تتوقف عند هذه الجريمة فقط؟ فكثيرة هي الاضطهاد القومي هو جريمة، الاضطهاد الاقتصادي هو جريمة، الاضطهاد الديني هو جريمة. أما التعليم فقد حرم الطفل الأحوازي من حق تلقيه بلغته الأم اللغة العربية، وفرض عليهم بالإجبار تلقي التعليم باللغة الفارسية. لم يقف اضطهادهم عند هذا الحد، بل أصبح التمييز واضحا أثناء التعليم والتدريس بين الطالب الأحوازي والطالب الفارسي المستوطن في الأحواز. لا توجد منظمات يعني تراقب أو تحصى جرائم الاحتلال الفارسي في الأحواز، يعني هناك جرائم عديدة ليس هناك منظمات مسموح لها أن تعمل وتراقب وتكشف الحقائق كما هي، لكن الإحصائيات أو الأرقام أو الجرائم تكشف من خلال الناشطين الأحوازيين، وهم يخاطرون بحياتهم من أجل نقل الحقيقة. وأيضا هناك حصار تفرضه دولة الاحتلال الفارسي لعدم خروج المعلومات، لعدم التواصل معه، حتى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة، لا توجد يعني فرق مختصة أو هيئات مختصة تمنع زيارات الوفود من قبل المنظمات الدولية للأحواز. الآن هو يعني الطفل الأحوازي معتمد على الأب، ومعتمد على الأخ، ومعتمد على الإنسان الواعي والمثقف أن يقوم بدور المدرسة ويقوم بدور الدولة. فهنا صراحة مشكلة، نتمنى أنه الأسر الأحوازية تنتبه إلى هذا الموضوع وتحاول أن بطريقة ذكية علمية تحافظ على كيان الطفل واستقراره الفكري. الطفل الأحوازي يعتمد على ذاته، وذاته هي الذات الطاهرة اللي راح توصله وتحرره من جميع القيود، وبها يطرد المحتل الغاصب الصفوي من جميع البلدان العربية وليس في الأحواز. أنت منا فلن يغيب سناك، ما نسينا تاريخنا في هواك. أنت أحوازنا وتلك نجوم قد أضاءت بها. Do do sa.